أخبار اليوم. يسعدني ويشرفني أن أشارككم اليوم نائبا عن السيد الوزير المحافظ المحاسب وسادة إمام محافظة القاهرية. لقد شرف المحافظة اليوم 4 مايو و5 مايو أن تستضيف فريق عمل إدارة الأزمات والكوارث ومجلس الوزراء، وذلك في إطار تنفيذ وتوجيهات معالي السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بهدف الارتقاء بالمنظومة القومية لإدارة الأزمات، وذلك من خلال تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين بإدارة الأزمات والكوارث بمحافظة القاهرية تحت رعاية معالي السيد الوزير المحافظ، وبحضور جميع الأجهزة التنفيذية للمحافظة. ونبدأ اليوم ورشة العمل بهدف التعريف بمنظومة إدارة الأزمات وكيفية التصدي ولمواجهة أي حدوث أي أحداث طارئة. وغدا الخميس 5 مايو الجاري، وفي إطار هذا البرنامج الهام، يتم تنفيذ بيان عملي على كيفية مواجهة الأزمة أو الكارثة، وذلك بتطبيق عملي بمقاربة شركة السنة. وفي هذا الإطار أود أن يحقق هذا البرنامج أهدافه المرجوة ويحقق أعلى استفادة ممكنة لفريق عمل الأزمات بالمحافظة، وأن يتعرف جميع ممثلي الأجهزة التنفيذية والسادة المشاركين على كافة الجوانب المتعلقة بمواجهة الأزمة والتصدي لأي كارثة محتملة لا تقدر. مرة أخرى شكري وتقديري العميق لاهتمام معالي السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بهذه القضية الحالية. وشكري وتقديري للسادة القائمين على هذا البرنامج من مجلس الوزراء وفي مقدمتهم السيد العميد خالد فاروق مدير إدارة الأزمات مجلس الوزراء والسادة المعاونين. شكري وتقديري لمسؤولي إدارة الأزمات في ديوان عام المحافظة وجميع السادة المشاركين والجهاز التنفيذي بمحافظة التأهيلية. أشكر حضراتكم وتحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. شغلني فيه من الأول الأزمة تبقى كارثة ولا كارثة تبقى أزمة طبقا للموقف الحالي. اتجاه الدولة أو الاتجاه العام، اليابان طبعا هي الدولة أكثر دولة في العالم تتأثر بالكوارث عشان عندها منبع الزلازل، فهي طبعا كانت قبل كده في نيوكيو، وبعد كده مؤتمر صنداي الأخير كان في 2015، في 2015 قالت مش تبقى منها في مجال الأزمات أو الكوارث إلا تدبير تدريب ناشئين ليه، طلبه المدارس، طلبه الجامعات، مجال اتحاد الطلبه بتاع طلبه المدارس موجود معانا النهارده. طلبه المدارس طب تمام اهو، مش هيبقى زي الفل. طلبه الجامعات برضه كلمت امبارح الدكتور محمد انها برضه عشان اتحاد طلبه الجامعات. الاجيال الجايه دي عايزينهم يعرفوا يعني ايه كوارث ويعني ايه ازمات، يعني ايه كوارث، تتصرف ازاي في اي موقف ممكن يحصل له، زلزال، حريق، يتصرف ازاي. بدأنا نشتغل في هذه المنظومه بقالنا حوالي سنه دلوقتي من خلال شبكه فيديو كونفرنس مع وزاره التربيه والتعليم. بيجي دكاتره او اساتذه متخصصين زي الدكتور احمد المنصار رئيس هيئه الاسعاف مثلا، الدكتور اشرف نائب رئيس الهيئه، اللواء صاحب رئيس هيئه الحمايه المدنيه، اللواء طارق حرومي وكمال الطاروطي، كان في برضه جدة المحاضرات اللي هو احمد دكتور احمد ناوي بتاع الوقايه، كان بيدي طلبه محاضرات لمده 3 ساعات كل يوم خميس كل اول شهر من خلال شبكه فيديو كونفرنس. طلبه تعرف يعني ايه تتعامل ازاي في المشكله، في المواقف الشخصيه، في الكارثه تخرج ازاي لا قدر الله مضرر زي ما حصل في حريقه، انهي صف هيخرج الاول في الثاني، لما يخش مكان العارف مكان الطوارئ ازاي قبل ما يخش العارف يخرج منين لا قدر الله لو حصل حاجه. وده الغرض الاساسي ان احنا الاجيال في المتابعة. السيناريو او اللي احنا هنشتغل في بكره ان شاء الله كل الناس هنا زي الفل وعارف كل واحد عارف دوره، لكن هي الفكره الاساسيه ان احنا نشتغل ازاي تيم ورك مع بعض. الجروب يشتغل كله مع بعض ازاي؟ الاخوه في الداخليه الحمايه المدنيه بيتدربوا مش كل يوم، ده كل ساعه، كل ساعه في مصر في حريقه هنا فبيتحركوا بيعرفوا يطفوا بيطلعوا عارفينها زي الفل ما حدش ناقش فيها. لكن جميع الوزارات مع بعض بتشتغل مع بعض
كتيم ورك واحد هو ده الغرض الاساسي. يعني هنشتغل ازاي مع بعض؟ يبقى عارف عربيه المطاف هتخش فين، عربيه الاسعاف هتخش فين، بتاع الخطه التموين هيعملوا ازاي، هيفرشوا لو خيام، المجتمع المدني هيفرش خيامه فين، المستشفيات هتفتح فين، كل حاجه تبقى عارفه مكانها فين. ده الغرض الاساسي من السيناريو. الغرض الاساسي مش احنا بنقارن بنقول قصه كذا، لا، الجروب مع بعض هيشتغل ازاي؟ طقم عمل. لو عايزين نقول لا لو كده نقعد ونشوف عربيه الساعه تيجي بعد ايه، عربيه المطاف تيجي بعد ايه، القصه كده ازاي؟ لا، هل التيم ورك ده زي فريق كوره كل واحد عارف دوره شكله ازاي مع بعض يشتغل مع بعض ازاي؟ ده الغرض من السيناريو. لو نجحنا في كده كل واحد يبقى عارف يبقى كده كويس جدا. تمام؟ انا اشكركم جميعا وان شاء الله نشوفكم حاجه مميزه. شكرا. على مدى التاريخ البشري اللي تعرضت لها البشريه وايه الاهداف اللي انا مطلوب احققها من الواجهه الفعاله والكفء في مواجهة الكوارث دي. بداية لو فكرنا مع بعض، أول حاجة هي الكوارث بدأت مع بداية البشرية. يمكن زمان كان ما بيحصل حريق كبير في إحدى الغابات، كانت الدنيا فاضية، فالمجتمع بيتنقل من مكان لمكان، ما كانش مرتبط بالأرض بشكل كبير. مع التطور العلمي أصبحت المواجهة والتعامل مع الحرائق أقصر طريق، التعامل العلمي أقصر طريق يوصله. واحد خطوات التعامل العلمي اللي احنا بنتكلم عليها النهارده هي تواجدنا مع بعض من اجل المناقشه وتوزيع الادوار وتحديدها. الحته اللي اتكلم سياده العميد خالد عليها وهي عدم تداخل الاختصاصات، كل ما وبالتالي بيؤدي الى التناغم والتكامل في مواجهه الكارثه اللي قدامنا. ما بقاش كلنا شغالين في حته في مكان والمكان التاني فاضي، فبالتالي بنواجه في حته والحته التانيه فيها مشكله، فبنواجه في المكان وقت واحد. ما عادش في العصر الحديث النهارده مقبول ان نقول الكارثه حصلت فجاه وبالتالي احنا ما كناش مستعدين ليها. لا، مهم جدا نكون مستعدين كاجهزه حكوميه بالاضافه الى الجهات الاهليه في المجتمع اللي هي منظمات المجتمع المدني اللي هي النون جفرنمنتال اورجنايزيشن، منظمات الاهليه او منظمات غير الحكوميه. مثالها عندنا على الارض اللي هي الهلال الاحمر وبقيه المنظمات. اصبح التخطيط مهم جدا لفكره المواجهه الفعاله او المواجهه العلميه. احد ادوات التخطيط برضه بكرر تاني هو تواجدنا مع بعض من اجل التنسيق ورش العمل دي، وبعد كده هنتنقل بكره للسايت انسيدنت اللي هو موقع الحدث وهنوزع ادوار فعليه في المكان كنوع من انواع التدريب العملي الواقعي. الاستعداد لاي كارثه مطلوب فيها سرعه اتخاذ القرار، تواجد المستوى الرئاسي المناسب. عشان كده اثناء التجربه السيد محافظ موجود، ان شاء الله السيد مدير الامن موجود، اللي هي صاحب القرار السياسي الاول في المحافظه الدائريه لازم يكون موجود، لان هيئه التنسيق والتناغم والتواصل بين الجهات مطلوب ان هو يكون متواجد في هذه الاثناء. الى جانب طبعا التخطيط، التدريب ده اللي احنا بنتمه دلوقتي، بداناه بورشه العمل وهنتمه بالواقع العمل بكره. كل جهه بتاتي بناسها، بنناقش الناس ايه دورك وانت متعرف على دورك ولا لا، بنشوف المعدات، هل المعدات كافيه؟ هل المعدات صالحه لمواجهه هذا البلاغ؟ كافيه من ناحيه العدد، من ناحيه الحجم، على حسب طبيعه وحجم الكارثه. عشان كده يمكن كان اختيارنا في الدقهليه لمصنع السمات كاحد المصانع العملاقه، يعني ده من اكبر مصانع السمات في جمهوريه مصر العربيه، وقلنا نعمل سيناريو معقد جدا عشان يبقى تدريب جيد وهادئ. برضه بناكد على فكره مواجهه الكوارث مسؤوليه الدوله، لكن ليس الدوله لوحدها، الدوله ومنظمات المجتمع المدني اللي هي بنقول الهيئات غير الحكوميه والقضاء. بس بقول لك انشاء مستشفى ميداني ممكن تكون عدد الضحايا كبير جدا. لو انا عندي النهارده 200 او 300 ضحيه في المكان، لان المصنع ده كثيف العماله، وبالتالي هتعمل مستشفى ميداني، هيبقى الموقع المقترح لمعامل مستشفى ميداني هيبقى مستشفى مصنع السمات او مستشفى هناك بدور واحد او دورين، هيبقى متواجد. مطلوب تواجد اطباء في خمس تخصصات اساسيه، اللي احنا بنتوقع ان نتيجه الانهيارات الحاليه بيكون موجوده. دكتور متخصص في القلوب، عندنا اصابات العظام، اصابات البطنه، المخ والاعصاب والنفسيه. ليه؟ لان النفسيه هتتصاب ايه اللي انا موجود بيه، وبالتالي ان الكلام ده طبعا المفروض عندنا مركز اعلامي هياخد الكلام ده وينشره ويعلنه فيه ما بين الميديا المقروءه او المرئيه. فبالتالي مطلوب ان احنا ننزل بقدرات مقبوله، المواطن لما يشوفها يقوم يصدق، ويبدا بعد ما يصدق هيقتنع بقدرات الدوله المصريه اللي بتقدمها له في حالات ما هو بيستنجد او حالات الكوارث العامه اللي هي دايما بتكون ثوره الطبيعه، عندما تصل عليه الطبيعه. اربعه وزاره التضامن الاجتماعي، بنتكلم ان وزاره التضامن الاجتماعي مطلوب منها ان احنا عندي ناس هتبقى هوملس، يعني بدون مأوى.
فبالتالي مطلوب ان انا اعمل خيام. احنا عندنا مركز الاغاثه هنا في القيطة اعتقد عند الشؤون الاجتماعيه عدد كافي من الخيام جاهزه وموجوده، في موظفين مسؤولين عن مركز الاغاثه، فهم هيطلعوا لنا بكره 10 خيام ويتنصبوا في المكان، المكان محدد بالتنسيق مع اداره الامن في مصنع السمات. المكان محدد هناك هيبقى في 10 في الشؤون الاجتماعيه مسؤوله عن 10 خيام امور موجوده. لازم يكون في مسؤولين ماليين عشان لو في مساعدات ماليه فوريه هتصرف للناس يبقى تكون موجوده، ووزاره الصحه بتكون مسؤوله كمان عن تصريح الدفن، المفروض يكون موجود مع الممثلين عن مكتب الصحه في وزاره الايه؟ في وزاره الصحه.